الصحاب سعادة وسمو والحضور الكريم، السيداتي والسادة، من دواعي فخري أن أقوم بدعوة سمو الشيخ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان على خشبة المسرح من أجل تقديم الجوائز للفائزين. طبعاً أيضاً من دواعي سروري أن أقوم بدعوة بعض من الحضور الكريم من أجل الانضمام لفخامته. أود أن أدعو رؤساء غانا وأنغولا وكازاخستان وموزمبيق وبلاو وسيشيلز وأوغندا وزامبيا. وأيضا وددت أن أدعو رؤساء الوزراء إثيوبيا والمغرب وتونغا. وبعد تسليم الجوائز أيضا سوف نقوم بدعوة الحضور الكريم من أجل صورة جماعية للالتقاء صورة جماعية. والآن نود أن ندعو الفائز الأول في ما يختص بقطاع الصحة وهو أكساسيو سيناوا، ونود أن نعرف عن مدى تهانينا لكم. دعونا نصفق للفائزين. والآن نود أن ندعو الفائزين بجائزة الطعام، ونحن ندعو ريجن أورجانيكس. Let's hear it for ريجن أورجانيكس. دعونا نرحب ونصفق لريجن أورجانيكس من فئة مقدمي الطعام. والآن من فضلكم أن تنضموا إلي من أجل الترحيب بالفائز في قطاع الطاقة نيوروتاك. Congratulations. نقوم بتهنئة نيوروتك. Now please join us. والآن قوموا بمشاركة في الترحيب في جائزة الماء ليدرز. تهانينا لليدرز. وفي النهاية أود أن أقوم بدعوة المدارس Global High School بيونديسيون ميريستي ديكاب رودياديا ديكاب تهانينا ليدي ديكامبو باتي. ومن أفريقيا لدينا روشا كامبس.
لقد استحققت هذه الجائزة UWC ومن شمال أفريقيا والشرق الأوسط Gifted Student School. تهانينا Gifted Student School. ومن أوروبا ومنتصف آسيا رومان رولاند جيمنيزيوم. تهانينا لك. لقد استحققت ذلك رومان رولاند جيمنيزيوم من أوروبا وآسيا الوسطى. من جنوب آسيا كلية داكا السكنية النموذجية داكا ريزيدنشال موديل كوليدج. تهنينا لكلية داكا السكنية النموذجية داكا ريزيدنشال موديل كوليدج لهذا النجاح. ومن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ كلية كامل المسلم كميل مسلم كوليدج. تهانينا لكميل مسلم كوليدج كلية كميل المسلمة. لقد استحققت ذلك. والآن أود أن أدعو أصحاب السعادة أصحاب الفخامة رئيسي أذربيجان وكوريا ونائب رئيس ساحل العاج والسعادة أولافور راغنار غريمسون الرئيس السابق لأيسلندا ورئيس مجلس إدارة زايد لجنة تحكيم جائد الاستدامة. ونود أن نقوم بالتقاط صورة جماعية مع الفائزين. تهانينا مرة أخرى لجميع الفائزين وقوموا بالحصول على هذا الصندوق، صندوق الجائزة مفتوح. تهانينا لكم. لنقوم بإعطاء الفائزين جولة أخرى من التصفيق على عملهم.